سكان الأقاليم، احنا النهاردة جينا ميت غمر علشان نتكلم عن كل العربيات اللي ممكن تهم سكان الدلتا عامة، علشان بس ايه الناس دي تحس ان كده يعني حقها مهدور، تحس ان هم مش من حقهم مثلا يركبوا عربيات كويسة، مش من حقهم يركبوا عربيات بالتقسيط، مش من حقهم ان هم يعني يعيشوا زي بقية خلق الله. فاحنا بصراحة قررنا يعني ونوينا والنية صافية لله ان احنا نيجي فرع ميت غمر علشان نتكلم بقى عن ايه هي العربيات اللي هتناسب كل الفئات، من اقل فئة للفئة المتوسطة للفئة العالية، ومواضيع التقسيط اخبارها ايه، وايه اللي هتقدر تستفيده سواء كنت من سكان الدلتا، كل بقى الناس اللي هي الدقهلية، ميت غمر، القليوبية، زفتة، بنها، كفر الشيخ، يعني كل شوية الحاجات اللي جنب بعض الجميلة دي اهالينا، والناس اللي بصراحة يعني انا شايف ان هم يعني ناقصهم كتير في الحتة بتاعت العربيات، وده اللي عمله موتور وان في ميت غمر. هنجيب احمد عماد دلوقتي ونعصره شويه بقى كده، ها، ونضغط عليه، انتوا هتشوفوه وهتتخضوا منه، بس اوعى حد يتخض عشان احنا هنقعد نضغط عليه عشان نشوف ايه العربيات المتاحه واسعارها ايه كاش واسعارها ايه تقسيط والفوائد عامله ازاي والفايده قد ايه وعلى كام سنه وهتدفع ايه وهيتبقى عليك ايه وكل التفاصيل، كل التفاصيل. خلاص جبنا لكم دلوقتي احمد عماد مدير مبيعات موتور وان ميت غمر عشان نحاول بقى ناخد منه كل التفاصيل، ها، زي ما اتفقنا. ازيك يا احمد، عامل ايه؟ ازيك يا استاذ مستر شريف، عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله. انت تمام؟ الحمد لله. انا مش عايزك تقلق، يعني اللي احنا داخلين عليه دلوقتي مش عايزك تقلق منه. تحت امرك، تحت امرك. طيب، اولا انا عايزين نتكلم بس عن العربيات. احنا طبعا فرع ميت غمر مميز ان هو بيخاطب كل الفئات، من اقل فئه لاعلى فئه. فاديني شويه امثله الاول كده عن الفئات اللي المعرض بيخاطبها عشان ندخل بعد كده على التقسيط والفوائد والكلام. احنا طبعا شغالين في كل البراندات بتاعت العربيات، من اول اقل حاجه خالص السوزوكي الالتو ب 133,000 معانا لحد الفئه المتوسطه النيسان صني، رينو لوجان، الاوبترا، الافيو، الشيري اريزو الصيني. طبعا شغالين في كل انواع الكوري، الصيني، الياباني، الامريكي، الالماني، كل انواع العربيات. نطلع لحد الكيا السبورتاج والهيونداي توسان، دي نعتبر دي اكتر الفئات المطلوبه عندنا هنا في الدلتا. وعندنا الكيا سورينتو تفوق السبورتاج والتوسان، وموجود كل انواع العربيات. واحنا الحمد لله عندنا كل يوم تسليمات ارخص سعر للكاش في جميع المحافظات، بحيره، كفر الشيخ، دقهليه، غربيه، كل يوم الحمد لله عندنا تسليمات جميع المحافظات عربيات كاش وبالتقسيط.
طيب معلش، ايه اللي يفرق المعرض هنا عندك عن بقية المعارض؟ يعني انا ليه مثلا ما اجيبش من اكس واجي اجيب من موتور ون بالنسبه للكاش يعني؟ تمام. هو اول حاجه الحمد لله ان احنا ارخص سعر في مصر، ده كلام حقيقي. اكبر دليل بالنسبه لنا ان احنا عندنا استلامات كل يوم في محافظات مختلفه، يعني اللي بيجي من كفر الشيخ، بيجي من البحيره، بيجي من القليوبيه، يعني احنا مميز. هو جاي عشان يشتري من عندي عشان انا اقل سعر فعلا، يعني هو بيبقى العميل دور وسال في كل المعارض فبيلاقي ان احنا اقل سعر. ده رقم واحد. رقم اتنين، موضوع التامين، ان احنا بنقدر نوفر موضوع التامين للعميل وبنقف جنبه بجد، مش كلام ان انا ببيع لك وثيقه تامين وخلاص، على قد ما انا بقف جنبك في موضوع التامين ده، خدمه ما بعد البيع. ثلاثة، استلام العربية وسرعة تسليم العربية وسرعة استسليم ورق العربية، كل ده طبعا بيفرق جدا ان العميل يشتري من عندنا ومشيش من مكان تاني. السرعة ده يعني في قد ايه؟ يعني في الكاش طبعا في 24 ساعة العميل يكون بيستلم عربيته. طيب خلينا بقى ندخل في اقل من 24 ساعة؟ اه طبعا، لان يعني هاجي ادفع الفلوس دلوقتي بس عربيتك يا باشا وانت واقف. طبعا حلو الكلام ده والله. طبعا. طب خلينا نخش بقى معلش في التقسيط شويه. تمام. ونبتدي مثلا بعربيه صغيره ونفهم الناس ايه قصه التقسيط وهيقسط عليها ازاي والفوائد بتتحسب ازاي. تمام. لان الناس يعني احنا اتكلمنا الفتره اللي فاتت مع محمد عبد العظيم في التقسيط، لكن برضو في حته لسه ناقصه عايزين بقى نتكلم عنها هنا واحنا في ميت غمر، لان العميل برضو بتاع ميت غمر مختلف شويه عن العميل بتاع القاهره يعني. بالظبط. فقول لي كده، خلينا اديني مثال ويلا نخش فيه. والله احنا ممكن نبدا مثلا من اول فئه اقل حاجه خالص، العربيه مثلا زي السوزوكي الالتو دي بتبدا من 133,000. ثانيه يعني سعر العربيه كاش 133؟ دي السوزوكي الالتو دي اوتوماتيك ولا مانيوال؟ دي المانيوال. 2020 ب 133. دي هنا في ميت غمر لو حد لسه بيبتدي حياته او عايز عربيه ما يحسش ان هو يعني دفع مقدم كبير، هو ممكن نبدا من اول 20%، يعني 26000. ممكن 26600 جنيه. تمام. والقسط بتاعها في مثلا لو هنقول 5 سنين هيعمل معانا القسط حوالي 2500 جنيه. انت حطيت الفايدة؟ طبعا. طيب. الفايدة بتبدأ من 6.8%، ده للناس اللي بتدفع من اول 30% لحد 50% من ثمن العربية. الفايدة بتبدأ من 6.8. معانا اصحاب الاعمال واصحاب السيارات التجارية بتبدأ برضو معانا من 6.5 معانا لحد 9.5%. تمام. طبعا ده بيختلف بوليسي البنك من بنك لبنك، وفي عروض طبعا اللي هي بدون تأمين وبدون مصاريف ادارية. طب يعني معلش خلينا بس نفهم كده الحته دي، انت حطيت الفايده وحطيت القسط 2600 جنيه. بالزبط. على 7 سنين؟ على 5 سنين. على 5 سنين لحد 7 ممكن كمان، احنا بس بنحسب الافرج اللي الناس بيبقى الاكثر مطلوب اكتر في موضوع التوسيط ان هو 5 سنين، بس في طبعا لحد 7 سنين ممكن. ايه السبعه كده يبقى كده؟ اقول لحضرتك لحد 7 سنين هيبقى القسط بتاعها هيعمل 1900 جنيه. 1900 جنيه. طيب ده حلو برضو. ده كويس. ده اللي برضو كان الاستاذ محمد اتكلم في الفيديو اللي فات، كان بيحسب نفس الحسبه دي بالظبط. طيب خلينا كده نقول، يبقى احنا الفايده بتبتدي من 6.8 معانا لحد 9.5، والسنين لغايه 7 سنين، لحد 7 سنين و8 سنين كمان تقسيط. وانت كنت حاطط هنا 20% مقدم. 20% مقدم، احنا بنتكلم في اقل ريت للناس اللي هي مش عندها شغل. طبعا في اقوى عرض اللي شغال معانا اوريدي دلوقتي اللي هو زيرو مقدم بدون تامين وبدون مصاريف اداريه وبدون حظر بيع، ده للناس اللي عندها سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وكشف حساب بنكي او دكتور جامعه او طبيب بشري وطبعا عنده عياده بس. يعني اصحاب الشركات والسجلات والاطباء دول بيجي زيرو مقدم بصوره البطاقه فقط، مش محتاج اي حاجه، بدون مقدم وبدون تامين وبدون مصاريف اداريه وبدون حظر بيع. ليه بقى يعني ليه الناس دي بس هي اللي ليها بدون مقدم؟ لان الاسئله كتير قوي في الحته دي. لا تمام، هو البنك عامل الاوفر ده للناس دي لان طبعا هي بيبقى الفكره ان هو عندهم دخل عالي او دخل اوريدي موجود، الوضع الائتماني بتاعه مناسب. بالظبط. اما اي حد تاني ممكن يبدا معايا من اول 17%، يعني 17% ده مقدم بالنسبه اي حد موظف حكومي او قطاع خاص. بس طبعا يعني اللي احنا عايزين نوصله للناس مش ان انا يبقى دخلي 2000 جنيه واجي اقول عايز اركب كيا سبورتج ب 500,000 جنيه، فلازم يبقى في نسبه وتناسب ان انا بدفع دخلي 2000 جنيه يبقى انا بتكلم في عربيه بقسطها 1500 2000 مش اكتر من كده. بالنسبه للناس اللي عايزه تشغل عربيه مثلا في اوبر في كريم في اي مكان او في اي شركات، وده الاكتر اللي بتطلب اليومين دول، ان حضرتك ممكن تبدا من ان حضرتك تجيب اي اثبات دخل بس وبصوره البطاقه، وبيبدا المقدم معانا من 20%.
طب ما ده برضو كويس. طب خليني العربية السوزوكي دي مش هتنفع في الحتة دي، تمام. خلينا نطلع سنة كده لفوق مثلا، نقول هنتكلم في رينج مثلا 200، يعني اديني مثلا اللوجان كده مثلا. اللوجان عندنا بتبدأ من 188,000 جنيه، ممكن دي ندفع منها 20% مقدم، يعمل 37,600 جنيه، والقسط بتاعها على 7 سنين. هيعمل معانا 3000 جنيه بالظبط. اللي انا اعرفه ان اللي بيشتغل اوبر وكريم الناس دي الدخل بتاعه الشهري ممكن يعدي ال 7000 جنيه. فانت النهارده لو انت فعلا قدرت تجمع مثلا 37000 جنيه عشان تجيب، اظن اللوجان دي مناسبه. جدا طبعا، هي والنيسان صوني والافيو هما اكتر عربيات، والبيجو 301 دول اكتر العربيات المطلوبه في تشغيل عربيات الشركات. طيب، فانت لو قدرت ربنا كرمك مثلا عملت جمعيه ولا حاجه وجبت 37000 جنيه وحطيتهم وبدات تشتغل، يعني تقريبا هتعمل في الشهر 7000 جنيه، هتحط 3000 جنيه منهم قسط و4000 جنيه تعيش بيهم انت واسرتك. اعتقد يعني ده جدا معقول يعني. طيب خلينا نطلع برضو سنه تاني لفوق شويه، وخليني اقول لك في اللوجان برضو، يعني خليني برضو لسه في اللوجان، بس انا راجل اقدر ادفع 50%. حلو جدا. خلاص، صوره البطاقه فقط لاي حد بيشتغل اي حاجه، صوره البطاقه فقط لو هندفع 50% من ثمن العربيه. يعني ممكن ندفع 92,000، والقسط بتاعنا على 7 سنين والقسط بتاعها هيعمل حوالي 2500 جنيه. حلو ده بالظبط. ده لو دفعت 50% هتبقى قسطك 2500 جنيه، ودفعت حاجة و90,000 كم؟ 96 تقريبا، 92,000 جنيه. طيب ندخل نطلع فوق شويه، بما ان احنا هنا في الدلتا، فمعظم الناس اللي في الدلتا بتحب العربيات العاليه لان عشان يتنقل كويس ما بين الشوارع، سواء بقى شارع ممهد او غير ممهد، فالناس بتحب تروح في تركب العربيات العاليه. فخليني اقول مثلا، انت من وجهه طبعا انت هنا ده ملعبك، فقول لي ايه اعلى عربيتين هنا مثلا شغالين في الحته دي. والله اكتر عربيتين مطلوبين مننا دايما باستمرار وعندي كل يوم الحمد لله منهم تسليمات، هي كيا سبورتج والهيونداي توسان. دول اكتر حاجه هنا الناس كلها جيب توسان ولا جيب السبورتج، فدي من اكتر العربيات هنا المبيعا. احنا عايزين نقول للناس طبعا العربيتين قريبين جدا من بعض، العربيتين حلوين، هي الفكره كلها اذواق، في حد بيبقى حابب الهيونداي وحد بيحب الكيا، هما الاثنين متوفرين في موتور وان وجاهزين للاستلام سواء كاش سواء تقسيط. العربيه دي ممكن لاي حد محتاج العربيه، العربيه بتبقى السبورتج بتبدا من 395 معانا لحد 520. خلينا في الاقل يعني، خلينا نتكلم عن 395. 395 دي لو حد بيشتغل، ده السعر الرسمي مش كده؟ السعر الرسمي 395 ممكن يدفع منهم اقل مقدم لاي حد بيشتغل مثلا محامي، ضابط، دكتور، غير طبعا عرض بدون مقدم، اي حد صاحب عمل بس بصوره البطاقه والسجل التجاري والبطاقه الضريبيه، وبيدفع منها 20% يعني حوالي 79,000 جنيه، والقسط بتاعها على 7 سنين، برضه هنقول على 7 سنين هيعمل معانا 6,300 جنيه. ده لو دفع 20%، ده لو دفع 20% من ثمن العربيه. 20% ده اللي هم كانوا كام؟ انت قلتها؟ انا قلت 395 في 20% قلنا 79,000. طيب معلش، انا عايز ادفع للعربيه انا معايا 40%. كويس جدا، 40% برضو بصوره البطاقه، مش محتاج اي حاجه تاني خالص، 158,000، والقسط بتاعنا لو على 7 سنين، ثواني، ال 40% 158. ماشي، وعلى سبع سنين القسط بتاعها هيبقى 4,600 جنيه. طيب ده كويس، انا شايف برضو ده حلو جدا، وده متوسط يعني. الناس هنا اللي اصحاب العمل الاول الكلام ده كله بيبقى 4,000 أو 5,000 جنيه بالنسبه لهم، مش رقم، مش زي الموظف مثلا او حاجه، فبيبقى بالنسبه له 5000 جنيه دي اي مصاريف مش كبيره انه يبقى. خلي بالكم برضو احنا قاصدين ان احنا نتكلم عن العربيات القليله، اللي هي اول عربيه اتكلمنا عنها كان تقريبا ممكن تدفع قسط 1900 جنيه وبتدفع مقدم 26,000 جنيه. فاحنا بنتكلم برضو ايه عن الحاجات القليله، وبرضو بنطلع
شويه شويه بنخش على العربيات الاعلى شويه، لان احنا بنتكلم ان كل الطبقات مش زي بعضها، فاحنا بندي لكل طبقه حقها في الفيديو بتاعنا علشان برضو المعلومه تبقى واصله واضحه وما فيهاش اي لخبطه. خليني معلش برضو في عربيه هنا برضو عامله شغل كويس اللي هي السورينتو. هي سورينتو عربيه محترمه جدا وعربيه مطلوبه وعندنا منها طلبات كتير جدا. هي العربيه بتبدا من 650 او الفئه 750 850، احنا بنعمل عليها خصم ممكن بيوصل من 50 لحد 100000 جنيه طبعا. يعني ممكن الخصم على السورينتو بدل من 650 تبقى ب 550، تبقى يعني اقصى حاجه ممكن 570. 570 بالظبط. طب معلش اولا ده سعر حلو يعني سعر كاش كده حلو بالظبط. فيعني معلش التسورينتو اول فئه ده من وجهه نظري يعني، وما اركبش السبورتج واركب السورينتو اول فئه اللي ب 570 دي بالزبط. طب خليني معلش برضو قول لي انا النهارده هدفع 50% من السورينتو وقسط الباقي. تمام، هندفع ممكن 285 والقسط بتاعنا على برضو لو على 7 سنين هيعمل معانا 5700 جنيه، which is good برضو يعني بالنسبة للعربية بالسعر ده. طيب خلينا سريعا برضو نقول معلش قول لي كل بقى أنظمة التقسيط سريعا من أول الزيرو مقدم لغاية يعني أعلى قسط ممكن نسبة قسط ممكن تدفع. تمام، زي ما قلنا احنا بيبدأ من عندنا زيرو مقدم، ده للناس اللي معاها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكشف حساب بنكي، أو الناس الأطباء اللي عندهم عيادات أو دكاترة الجامعة. تمام، بنبدأ بعد كده معانا 10% ودي بتبقى للموظفين الحكومة اللي مرتباتهم عالية زي البترول وقطاع الاتصالات والغاز وكام. عندنا من أول 20% ده للناس اللي عندها اي عمل سجل تجاري بطاقه ضريبيه، حتى لو مش عندك سجل تجاري بطاقه ضريبيه برضو بننفذ على 20% مقدم، والقسط معانا لحد 7 سنين من سنه لسبع سنين. بعد كده 30% 40% ده الرباط المنازل والناس اللي هي مش ما تقدرش تجيب اثبات دخل، او الناس اللي هي عايزه تجيب عربيه وتشغلها مثلا في شركه او في اوبر او في كريم، ده ممكن يبدا معانا من اول 30%. وب 20% لو انت معاك اي اثبات دخل بس، او لو ضامن، او لو الوالد الوالده حد بيشتغل ممكن يبدا من 20%. ومعانا طبعا بقى 40 50% الناس اصحاب العمل اللي هم بقى حابب انه يدفع جزء كبير من العربية وما يحسش بالقساط، يعني ان الرقم اللي بيدفعه كل شهر مش رقم كبير. وال 70% ده الوديعة تقريبا 70% ده لا، والوديعة برضو بتبدأ من اول زيرو مقدم، بس هي في نظام جديد في كذا بنك، لان احنا متعاقدين مع اكتر من 25 بنك، 70% بيبقى بدون تأمين وبدون حظر وبدون مصاريف إدارية. ايه بقى بدون تأمين ومش عارف ايه يعني، عشان بس الناس عماله يعني ليه يعني اجي اخد من غير تأمين؟ طب ليه عامل كده ليه؟ في ناس بتبقى مش حابه فكره ان هي تدفع رقم، بالذات العربيه الكبيره اللي بتبقى غاليه شويه بقى الناس مش بتحب ان هي تدفع رقم كبير، مع انه طبعا هو صح التأمين يعني، بس في ناس بس مش بتحب ده. بس احنا بنحل ده ان احنا متعاقدين مع اكتر من 3 او 4 شركات تقسيط مباشر. الشركه بتشتري من العربيه وبتبدا تبيعها للعميل، بس الاجراءات دي طبعا احنا اللي بنخلصها، هي عندها عروض بدون تأمين وبتأمين والعميل بيختار اللي هو عايزه. فاحنا هو كام في المية التأمين؟ التأمين ده بيبدأ من 3% من قيمة العربية، وطبعا التأمين الشامل اللي هو بيبقى بدون أي تكاليف على العميل بيبقى 3.5. طب معلش احسب لي كده مثلا العربية السبورتج اللي ب 395,000 كده يعني هيدفع لها تأمين كام عشان يهرب من موضوع التأمين ده؟ يدفع كام قصدك تأمين ولا تأمين بس؟ التأمين بتاعها بيعمل 11,800 جنيه. اه لا عشان كده بيهرب. طب ما برضه نفس العربية دي معلش قول لي ترخيصها هيكلف كام؟ ترخيص اي عربيه، العربيه دي 395 في 1% دي 1% 1% ده الفاتوره، عشان في ناس اصلا بتقول ده ترخيص 10%. لا مش الكلام ده، هو اي عربيه ايا كان ثمنها، يعني عربيه ب 500000 بندفع 1% ده الضريبه، والمصاريف الثانيه اللي هي الطفايه الاجراءات اللي هي العاديه وثقه التامين الكلام ده اللي هو الاجباري ده كله بيقف في حوالي 1500 2000 جنيه، يعني الترخيص كله في العربيه زي دي بيقف ب 6000 جنيه بالظبط. طب ولو اللوجن؟ اللوجن ترخيصها برضو معلش برضه عشان الناس هتسال عن يعني رايح يجيب عربيه فعايز يعرف كل المصاريف، نص تكون مرخص العربيه سنه اللوج. طيب يا جماعه طب ما الدنيا حلوه اهي. طيب يعني مش حلوه قوي يعني، بس يعني نمشي يعني. نمشي يعني بالظبط. طيب برضه معلش الناس اللي عندها مشاكل في الاي سكور مع البنوك، تمام دول ليهم حل؟ طبعا ليهم، شركات زي التقسيط المباشر دي بتحل الناس الاي سكور، بس طبعا يبقى هو مش 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 حاجه كبيره يعني، مش قضيه مثلا او حاجه، بس في ناس طبعا موضوع الفيز اللي بتبقى واخد فيز وما سداشها وبتاع، دي بنحلها مع شركات التقسيط دي. انت ده قصدك يعني عند محبوس عليه قضيه وعليه حكم يعني مثلا؟ في ناس بيجي يسالك مثلا يقول لك انا عليا قضيه، طب انت انا هجيب لك عربيه ازاي؟ فهو الفكره كلها ان انت عندك دخل بس عندك مشكله مثلا في الاي سكور بتاعك اللي هو الفيز والحاجات اللي هي فيها مشاكل زي دي، اما غير كده مفيش مشكله.
مشكله. طيب انا سمعت كده ان البنك المركزي تقريبا من حوالي كام يوم قلل الفايده، فده فهل يعني منتظر ان في الفتره اللي جايه برضو هتسمع؟ المفروض هيسمع عندي في خلال يومين او ثلاث ايام ان الفايده ممكن تنزل من نص ل 1%، بس ده يعني تكهن يعني لسه مش اكيد. تكهن مش اكيد بالظبط. لكن هو منزلها على القروض قصدك؟ على القروض، نزل على القروض والودايع، فهي هتسمع معنا في العربيات في خلال يوم او يومين. يعني لو انا معايا عربيه مستعمله اجي بيها تاخدها وتديني عربيه جديده؟ اي عربيه مستعمله بس تكون حالتها كويسه، يعني ما تكونش مثلا حاجه مبهدله مغيره حاجه بتاع الكلام ده كله، بناخد اي مش نصين يعني مثلا يعني تمام. اي عربيه حد معاه اي عربيه ايا كان الموديل بتاعها طبعا من فوق ال 2000 بناخد منه العربيه بما يرضي الله، يعني بثمنها في السوق، واحنا بنبيعها لعميل يعرضها عندنا او ان احنا ممكن بنشتريها منه وندخل ثمنها في سعر العربيه الجديده اللي هو محتاجها. حلو قوي الكلام ده بجد يا احمد، انا مبسوط بالكلام الحلو اللي انت قلته ده. كده احنا عرفنا سعر العربيه كاش بالسعر الرسمي من غير اوفر برايس، ده رقم واحد. رقم اتنين عرفنا ان احنا الفايده على التقسيط بتاع العربيات، احنا عرفنا الفايده بتبتدي من 6.8 وكل مرحله تقسيط او كل كاتيجوري تقسيط ليه الفايده بتاعته، والفوائد والكلام ده مش تبع موتور 1، ملهاش علاقه بموتور 1 تماما، صح كده؟ بالظبط. هي الفايده دي خاصه بالبنوك او الشركات التقسيط، هم اللي بيفرضوا نسبه الفايده يعني ريجاردنج الوضع الائتماني بتاعك. يعني خلينا بس انا بتكلم صح كده؟ صح جدا طبعا. طيب خلاص، فعرفنا خلاص الفايده، عرفنا ان احنا بنقسط من سنه لسبع سنين، وعرفنا كل أنظمة التقسيط من أول الزيرو مقدم لغاية 70% مقدم وبتقسط إزاي والاستلامات. طيب آخر حاجة الاستلامات بقى بتاعت التقسيط في خلال 48 ساعة من بداية إجراءات الورق، إن أنا باخد محرك الورق 48 ساعة حضرتك بتبقى راكب العربية. حلو قوي الكلام ده. طيب أظن كده مفيش أي حاجة. لو أنتوا بقى عايزين تسألوا أي أسئلة تانية غير اللي أنا وأحمد اتكلمنا فيها، تكتب في الكومنت، يعني اكتب كومنت السؤال اللي أنت عايزه، ولو أنا حتى مش عارف الإجابة هخلي حد من موتور ون يرد عليك بالإجابة اللي أنت عايزها. هسيب لكم في الديسكريبشن أرقام التليفونات الخاصة بكل فروع موتور ون بما فيهم فرع ميت غمر. ويعني بشكر احمد عماد، شكرا يا احمد. ميرسي، ربنا يخليك. مش عايز تقول للناس اي حاجه قبل ما نختم؟ عايزين نقول للناس ان الناس تيجي تنورنا، حتى اللي عايز ياخد فكره، اللي جاي له فلوس قريب، اللي يعني في دماغه يقرر يشتري عربيه، زورنا نورنا، تشرب معانا شاي قهوه حاجه ساعه اي حاجه، تنورنا في المعرض وشوف بنفسك الكلام اللي احنا بنقوله. بالتوفيق احمد. مرسي. انا متشكر ليك جدا على الفيديو بتاع النهارده، والاول مره يتفرج علينا ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير علشان تدعمنا عشان المجهود اللي احنا بنعمله ده، وما تنسوش تتابعونا دايما على قنواتنا الشرعيه على السوشيال ميديا، على الفيسبوك شريف ياسر اون تراك، على اليوتيوب شريف ياسر او اون تراك، على الانستجرام شريف ياسر اوفيشال، وعلى التيك توك شريف ياسر 7، والموتور 1 على الفيسبوك اسمها موتور 1 وان وورد. واشوفكم دايما على خير. كان معاكم شريف ياسر من موتور 1 ميت غمر. السلام عليكم.